الشكل الجديد وجيل جديد ويعتبر الجيل السادس شكل جديد بالكامل، خارجي داخلي، المحرك، الشاصي، كل شيء متغير. الماكينة جت خطولي وأربع سلندر وتيربو، وحجم الماكينة 2300 بقوة 300 حصان والعزم 420 نيوتن. شوفوا الحين أنا توي ماخذ الموتر ما في بنزين، مستوى الوقود منخفض، توي جالس نعبي كان الصفر يعني، بس جالس نعبي الحين قام يمشي العداد، جالس نعبي بنزين 91. معليش على الإزعاج، خلي يعبي فل وأعطيكم كم التعبي. طبعا المعلومية أنتم عارفين البنزين كل شهر يتغير السعر، اليوم كم؟ اليوم 11 شوال 1441. طبعا سعر اللتر حاليا الحين كما قلت لكم شهر شوال هذا 67 لتر ب 67 ريال، لا لا اللتر الاخضر والاحمر 82. خلي فلل واعطيكم كم التفريغ، وعبى فل ومولع اللمبه ومعطينا مسافه متبقيه صفر ب 48 ريال، عدد اللترات 71 لتر، السعر البنزين 91 ب 67. هلا شكرا. وهذا كمبيوتر رحلات، هذا طول العمر بصفره، اليوم موجود بالرياض، بكره ان شاء الله بحرك الحائط باذن الله. وخلونا نصفر من الحين مدامنا عند المحطه، هذا علقت عليه شفته كم يعطينا مسافه متبقيه كم 462. الموتر ماشي 379 كيلو، عرفت الرقم، كل شيء قدامك. اليوم ان شاء الله بالرياض، بكره الظهر بحرك الحائل وتشوفون كم يمشينا ان شاء الله بالضبط. احفظ الرقم، هاي 590 كيلو. الحين بنتجه الحائل باذن الله. تذكرون يوم عبيت بنزين كم اعطانا الرينج المسافه المتبقيه وصفرت لكم بالكمبيوتر حق الرحلات؟ مشيت داخل المدينه، انا امس معبي، مشيت داخل المدينه 140 كيلو تقريبا، وهذا المسافه المتبقيه 376. ركزوا معي وشوفوا الممشى 519 ونشوف كم يمشينا بالضبط. فللت متى؟ امس بالرياض، والحين بنغطي الحائل ان شاء الله، واول ما اوصل القصيم راح اعلمكم كم قطعنا مسافه وكم مشاني وكم المسافه المتبقيه. اشغل، واول شيء ودائما اسويه اشغل مثبت السرعه، وهذا اللي معنا في رادار، تشغل من وين؟ من هنا، مجرد ما تضغط هنا راح يشتغل. حدد السرعة، حدد السرعة حقت الخط 120، ونقول بسم الله. هذا حنا دخلنا القصيم، كم الشال التانكي عندك؟ مشينا 445 نقص 140 اللي دخل المدينة برياض أمس، الباقي هذا كله خط، والمسافة المتبقية بالتانكي 142، والعداد تشوفوه على الرقم. اتوقع اني بعبي عقب ما اطلع من القصيم، اول محطه بعبي بس هذه المسافه نشوف كم مشينا بالضبط. الحين وقفت وين؟ عند ثاني محطه على طريق القصيم حايل، مضبوط. المسافه المتبقيه من اللي انا عبيت امس بالرياض 102، وتذكرون اعطانا المسافه المتبقيه بالتانك حول 470، ومشينا 873. انتم احسبوها بحسب لكم، انا اخلي اذا وصلت حايل. فودي انا اسوي لكم زي ذاك الايام، خلي لين يصفر وشوف كم يمشي بالضبط، بس عارفين الوضع، انت ما بقى الا الساعه 8 ويسكر حضر العمى بلا اصل. بس هذه مبدئيا شفتوا كم مشينا بالضبط مبدئيا، وابي اعيد الحين كمبيوتر الرحلات ونصفر من جديد ونشوف كم يمشينا بعد مسافه. طبعا السرعه من يوم طلعت من الرياض لين وصلنا القصيم 140، نهدي بالمكان الدائري والاماكن لتحديد السرعه اللي هي سرعه 120. حجم التانكي تقريبا 70 لتر، 70 لتر او 73 لتر تقريبا حجم التانكي. كم مشان كم عبى بالضبط؟ بس 40 ريال، بس ما شفت كم لتر صفر عداد، لكن شوفوا كم اعطانا مسافه متبقيه، شايفينه 609 اعطانا مسافه متبقيه 600. هو يعطيك دائما عدد على حسب دعستك، فاحنا مثبتين اعطانا السرعه المسافه هذه المتوقعه. وصلنا حائل يا ربك الحمد والشكر. تذكرون يوم عبيت اول ما طلعت من القصيم عبيت عند ثاني محطه وكنت ماشي 873، الحين مشيت كم؟ 1130، مشيت تقريبا 255 كيلو لين وصلت حائل. شوف المسافه المتوقعه كم اعطانا، باقي 371 والبنزين فوق النص.
أسعد الله مساكم بالخير وسرور متابعينا غالين، ويا هلا ومسهلا بالزوار ومشتركين جدد منورين قناتكم. اليوم معنا تجربة فورد إكسبلورر الشكل الجديد وجيل جديد، ويعتبر الجيل السادس، شكل جديد بالكامل، خارجي داخلي، المحرك، الشاصي، كل شيء متغير، فيعتبر جيل جديد بالكامل. أول شيء سووه يا طول العمر والسلامة صار دفع خلفي، الموديلات اللي قبل كان دفع أمامي. المكينة جت خطولي وأربع سلندر وتيربو، وحجم المكينة 2300 بقوة 300 حصان والعزم 420 نيوتن، صار أفضل وأقوى من الموديل اللي قبل. صح الموديل اللي قبل كان 6 سلندر وهذا 4 سلندر، بس هذا يعتبر أقوى وأقل صرفية بنزين وأقل انبعاث عن الموديل اللي قبل وأفضل صرفية. طبعا يعتبر هو سيارة عائلية SUV متوسط الحجم، راح يتوفر عند توكيلات الجزيرة فئتين، فئة الـ XLT هذه اللي معي، وفئة أعلى راح تكون فئة الليمتد. طبعا بشكل عام المواصفات اللي معي هذا، أول شيء خلونا نشوف المفتاح، هذا المفتاح فيه تشغيل عن بعد، شنطة كهرب، وعندك الواجهة الأمامية اللي تغيرت بشكل كامل، صار أعرض، صار أطول، وصار أجمل عن الموديل اللي قبل. أنوار LED جاية بعدستين، عندك يا طول العمر والسلامة كشاف الضباب، هذا راح أشغله لكم، بدون حساسات أمامية، وتمنيت الفئة هذه يكون فيها حساسات أمامية. الليد النهاري اللي واضح لكم هنا، نور LED اللي جاي بشكل عدستين بحجم كبير، ولاحظوا متناسق شكل النور مع الواجهة الأمامية. الجنط مقاس 20 وفيه زي الحواف اللي جاي باللون الأسود مثل ما انتم شايفين. عندك الزيك الجانبي اللي باللون الفضي ومكتوب تحت اسم السيارة اللي هو إكسبلورر، وهذا شكله مع الجنب. طبعا المقابض جايب نفس لون السيارة، السلة العلوية اللي جايب باللون الأسود، الإطارات جاية كاملة باللون الأسود. فئة الليمتد راح أصوره لكم إن شاء الله بإذن الله إذا رجعت للوكالة. هذا شكله مع الجنب، لاحظوا جاي من وراء فيه انحدار، الموديل اللي قبل ما فيه انحدار زي كذا، دائما الموتر إذا صار فيه انحدار زي كذا راح يكون انسيابي أكثر، عزل أفضل. هذا شكله من وراء. طبعا أنا مصوره لكم أول ما وصل الوكالة هو جديد ونظيف، هنا صورنا لكم بالبر بعد التجربة. اسطبات الاي دي، حساسات خلفية، عندك طول عمر كاميرا خلفية، النظام حق المحرك نظام الايكو بوست، التيربو مثل ما قلت لكم ودفع رباعي. هذه نظرة سريعة اعطونا رايكم، ما شاء الله تبارك الله. هذه نظرة سريعة بس للشكل الخارجي، عندنا هنا جناح خلفي، جناح خلفي، وعندنا طول عمر بس هذه هم المواصفات الخارجية. مخرج الشكمان وين راح يكون؟ راح يكون هنا، ما شاء الله تبارك الله، ترعد وتبرك، يا رب لك الحمد، الله رحمنا بهالجو الزين، ان شاء الله ندينا نلحق نصور قبل لا تمطر. طيب صرفية الوقود يا ابو بندر، هذه صرفية الوقود، يمشيك اللتر 13.1، محرك 2300 وبنزين 91. صور لكم الماكينة، وهذه الماكينة 4 سلندر بحجم 2300 جايب خط طولي ودفع خلفي وقوة الأحصنة 300 حصان والعزم 420 نيوتن، والجير مثل ما قلت لكم 10 سرعات. طبعا ما في مساعد، تمنيت له مساعد صراحة، فيه عصا بس. هذا الفرار حق وضعيات القيادة، وضعيات القيادة هذه عندنا، نجرب لكم التسارع على السريع. أول شيء بنحط على سبورت، وبعدين بنفصل زر مانع انزلاق، فصل، وبعدين على التبترونيك اللي هو اليدوي بنحطه واحد، ونقول بسم الله. طبعا تسارع من 0 الى 100 6.8 المعلومية. الطريق فيه ارتفاع وفيه نزول، يعني مو مستوية، مو مستوي اسفلت مرة. ما شاء الله تبارك، اربع سلندر يا حبيب، 2.3 حجم الماكينة، قوة الاحصنة 300 حصان، ما شاء الله ما شاء الله تبارك، ما شاء الله ما شاء الله. فرامل تبارك الله، ما شاء الله،
والله جيد صراحة لحجم المكين وقوة الأحصنة ما هو سهل الموتر بالبداية عشان التيربو ما يفتح إلا على ار بي ام عالي شوي ما تحس انه يستجيب بسرعه دائم كل سيارات التيربو زي كذا بالبدايه يعني تبطئ الاستجابه بس طبيعي هذا هو بس مجرد ما يتعدى ار بي ام تقريبا 2.5 و 3 خلاص يمسك ما شاء الله تبارك الله بس الموتر يعتبر ما هو سهل ما شاء الله يعني بقول لك اربع سلندر هذا و 2.3 بعد ما هو 2005 ما راح تصدق ولا لاحظوا درجه الحراره كم بعد عندنا هنا 39 يعني بالبراد راح يكون افضل كعزم انتم عارفين التير ما يحب الحر بس يدا وشوف الى انا كويس ترى اصور لكم بدون مايك طبعا في نقطة مهمة يا شباب انتم شفتوا قبل شوي سواء داخل الشعيب ما اقدر اتعمق ولا اقدر اجلد الموتر وامسه مثل العادة بعض السيارات الثانية ليش؟ لان الموتر نازل نازل وجنط 20 في عزم يطلع وما عندك اي مشكلة بس دائما الموتر اللي صار نازل اي حصات بارزة ولا اي شيء تسبب لك مشكلة فالموتر بشكل عام يعني يصلح من مكان بر خفيف طلعات بر ثمامة النفود الاماكن اللي تحس انه ما هي وعرة مرة بس والسبب انه نازل لو ترفعه الموتر ما عندك اي مشكلة تقدر تسوق باي جهة ما عندك اي مشكلة فهذه النقطة حط ببالك هو بشكل عام هذه سيارة عائلية يعني اكثر اللي بياخذون السيارة هذه بيستخدمونها استخدام عائلي يعني طلعات بر خفيفة المخيمات ثمامة اي مكان انت تقول شباب جايز للموتر ودي اني اطلع فيه للبر اكثر ما عندك مشكلة ارفعه عدل عليه حط جنط 17 ارفع الموتر تقدر تروح لاي مكان تبي كثير منكم يعرف القاح هذا هو اللي دائم يصور فيه تذكرونه يا رب لك الحمد الله اني مبسوط على الجو شو انه صار غيم الرياح درجه الحراره كم 39 ان شاء الله تبارك الله موعدين ان شاء الله موتر بالي باذن الله نجرب لكم تسارع قاع الصير حطيت على التبترونيك ونقول بسم الله جانا غبار حاسنة شوي لكن ما يخالف دمع في شمس ارحم حطيت على سبورت جرب سبورت شوف شو وضعه في نظام لازال شغال في نظام لازال شغال سمعونه يعني ما انفصل نظام الانزلاق كامل شوفون Yeah.
اذا بيصير 20 اوكي اذا بيصير 30 من بعيد اذا صارت سياره قدامك مهديه راح يمشي بك وينزل بك السرعه على مستوى السياره اللي قدامك. وحتى لو يهدي اللي قدامك هو يهدي بدون ما تلبس بنزين بدون ما تلمس فرامل، ولو يوقف وقف. هذا ميزه الرادار بالاغلب الشركات وباغلب السيارات. طيب ونضغط على الزر اللي هو هذا قياده شبه ذاتيه. زين وكم موجود قبل شوي اذا سكرته بيكون بالشكل هذا. شوف يختفي رسمه الدركسون ترجع تشغله ويرجع. شوف الحين لونه رمادي، شايفين لونه رمادي، اذا صار لونه اخضر فانه معناه انه قرا خطوط اللي على الاسفلت. بوريكم تجربه الحين. شوف طبعا من ضمن الخيارات في التنبيه خروج المسار وقياده شبه ذاتيه تقدر تخليه يعطيك تنبيه وتقدر تخليه تنبيه خروج المسار تفاعلي، يعني اذا طلعت على مسار يرجعك بس بشرط انه يقرا المسار. وخلاص ترفع يدينك وزي كذا بالشكل هذا. طبعا لا اخذت يمكن 30 ثانيه 50 ثانيه وبيعطيك تنبيه يقول امسك الدركسون. فهذه شوفوا ما مداني اتكلم عطاني هذه، يعني اغلب الوقت انت بعضهم بيستخدمها. طبعا لازم تكون يدك وجاهز ومنتبه للطريق، هذه منتهين منها ما فيها كلام، بس انه مرات واحد يبي يتمغط يبي يمد يدين وزي كذا، فعندك مجال انك تقدر تسوي شيء في الحاله هذه، يعني مجرد وقت قصير. بوريكم الحين اذا هو رجع للمسار، والحين بروح يسار لهنا شوف هو يرجع، يعني بتنبيه خروج المسار وشبه قياده ذاتيه تفاعلي، مجرد ما تطلع من المسار راح يرجعك، بس بشرط اني اقرا الخطوط. طبعا دقة قراءة خطوط خاصة انت بيخرج على المسار ولا الرادار والاشياء هذه تختلف من شركة لشركة. في بعض الشركات دقتها عالية، في انت بعض من ضمن الشركات انت تختار الحدة متوسط حساس زي كذا، فتختلف من شركة لشركة. حتى قراءة خطوط بعد تختلف من شركة لشركة، بعض الشركات يقرا الخط لو هو يعني مو واضح مرة، اذا هو نص يعني الخط اذا كان تقريبا واضح نص مثلا بصمة الخط وهو حيعتبر الوضوح متوسط فيقدر يقرا. بعض السيارات لا، بعض الشركات لازم يكون الخط واضح مره. بس هذه اهم الاشياء اللي هي بالنسبه للقياده والشبه ذاتيه والاشياء هذه. وندر عطنا رايك بالسياره من جميع النواحي. انا جربته تقريبا 3 ايام. الموتر ما شاء الله تبارك الله، اول شيء نبدا بالراحه يعتبر مريح. وضعيات القياده مجرد ما تغير وضعيات القياده، إذا حطيت سبورت تكسم مساعدات، إذا حطيت كمفورت تصير لينة، فمتفاعل وضعية قيادة مع مساعد المساعدات. الشيء الثاني العزل، العزل اللي فوق أنا أعطيه تقريبا 6 من 10 تقريبا. العزل الأرضي أعطيه 8 من 10، العزل الأرضي كويس مع أنه جنط 20. العزم وكقوة بس اللي قلت لكم بالبداية انه التيربو بشكل عام اغلب السيارات زي كذا بالدعسة اول ما تدعس ما تجيب الدعسة تصير فيها بطء شوي بحكم انه تيربو يفتح، يعني تيربو تقريبا على الـRPM على 3 او 2.5. الراحة مريح، الموتر سواقته حلوة، مركب المرتبة جلسة الكرسي مريح، السواق والراكب كله مريح. اللي وراء ما جربت، انا ودي لو مجرب اللي وراء. الشيء الثاني راسي الموتر خفيف نفس في خفة وزن، يعني تحس انه خفيف الموتر. اللفة لفته تعتبر صغيرة وقصيرة. الفرامل كويسة، العزم ما شاء الله تبارك الله. وش بعد تبون؟ مكيف ما شاء الله كل شوية قصر من 2 لـ1 هو بعز الحر، يعني تقريبا الى 3 ما عندك مشكلة، بس 1-2 هذا تكفيك، يعني بارد ومكيف ويعتبر بارد وكويس. صفيت البنزين، لاحظت انه بخطوط، يعني الحين شوفوا من يوم طالع من حايل والحين توي متعدي مفرق ثادق، باقي 108 كيلو. طبعا تعدينا محطة المفروض اني موقف معبي، بس انا ما ادري شلون تعديت المحطة. بس ان شاء الله نلقى محطة قدام، يعني طول الوقت بتدعس بيصرف. بس اذا انت بتمشي ممشى عادي يعني وراكد اتوقع انه تصير صرفيته لا بس، بس كصرفيه افضل بالخط افضل من داخل المدينه. طيب ابو بندر نبي نشوف اضاءه السياره بمكان مظلم. الحين شوف الاضاءات الخارجيه، شوف هذه الاضاءه، عندك اضاءه تحت مرايه جهه السواق، هذه الاضاءات الاسطبات الاي دي جاي شكله حلو،
إضاءة اللوحة بلون الأصفر لو هي أبيض بتكون أجمل. وعندك إضاءة حقت الباب الراكب الأمامي. وتعال خلنا أوريكم الحين الإضاءات الداخلية. هنا الأرقام السرية حقت الباب. قفلت لأني حطيتها. شايفينها؟ هذه الإضاءات. الليد النهاري وكشاف الضباب. كلها LED. الليد النهاري كشاف الضباب. الإضاءة حق الفليشر مو جاية بنفس الخط حق اللي دي مفصلة. شوف شوف هنا هذي كلهم اللي دي حتى العالي. أنا أوريكم جهة السواق. طبعا ما في إضاءة ترحيبية إلا حقت مراية. هنا ما في إضاءة إنه فورد ولا شيء ولا إكسبلورر. ودك لو في إضاءة صراحة بهالسعر هذا ودك لو في إضاءة. وهذه نظرة فوقية. الشاشة هنا 7 إنش وهناك تقريبا 8 إنش. راح نشوف الحين مع بعض. وهذه الأزرار التحكم بالنور. هذا النور صور لكم النور من هنا. النور يعتبر قوي ما شاء الله. LED طبعا. ودي صور لكم أنا كشاف الضباب. شوف هذه الإضاءة حقت الشنطة. يعني مكان مظلم مزرعة طالع برا شيء فيه ما في نور تعتبر الإضاءة كويسة بتنور لك كل الأغراض اللي هنا. وهذا الصف الثاني كمان سواسع. خلونا نروح الحين لجهة السواق. طيب أبو بندر بنشوف السيارة بالنهار الداخلية. هذه الشنطة نبدأ بالشنطة. هذه المساحة تعتبر أنا أشوفها أقل من متوسط. بس إذا تبي مسافة أكبر أو مساحة أكبر تصفط المراتب. صفط المراتب يدوي بالشكل هذا تعطيك مساحة أكبر. إذا أنت بشنطة معك أغراض زود هذا شكل المراتب. كصف ثالث يعتبر يعني انا اشوفه بشكل عام اغلب السيارات الصف الثالث بيكون ضيق بس عاد مو بزياده. هذا يعني اشوفه اقل من متوسط. ومساحات تخزين هنا عندك يمين ويسار. واذا صفطنا مراتب بيكون بالشكل هذا يدوي. طبعا الليمتد بشوف اذا توفر باي فرع من الفروع اصور لكم. اذا صفطت مراتب راح يعطيك مسافه او مساحه اكبر. فتحات التكييف السقف وين فوق. خلو اوريكم الحين جهة السواق وناخذ لكم بشكل سريع. خلو اوريكم الحين الصف الثاني بشكل سريع. هذا الصف الثاني صورت لكم بالليل بس ابيكم تشوفون بالنهار. صفط المراتب اذا تصفط هذه بالشكل هذا راح تصير بالمستوى هذا. وتقدر تقدمه كذا بالشكل. تقدر تقدمه بالشكل هذا. واذا بغيت ترجعه من الطريقة هذه تكاية بالنص. وهنا فيها المكيف. انا ما صورت لكم بالليل المكيف. هذا المكيف الخلفي. وعندك مخارج يا طول العمر USB وتايب سي. وعندك هنا مخرج 12 فولت. وفي مساحة تخزين هنا. وهنا عاد جهة السواق باخذ لكم على السريع من قريب. هذه عاد السواسع. هذا سقف بالنظام. جهة باب السواق بالنهار. بركب صور لكم على السريع. تصميم الداخل الطبلون مثل ما انتم شايفين جاي شكل جديد يختلف عن سيارات فورد الموديلات اللي قبل. هذا التنسيق حق الطبلون. ممكن تشوف جاي هنا فتحتين وجايات بحجم كبير. يعني تخشيب هنا بجاي باللون الفضي. وبس على الدرج وفي المركزي عند باب السواق. السيارة تجي بالشكل هذا. شوف حلوة الإضاءة. هذه الإضاءات واللمبة حقت السقف شغالة. اللمبة حقت السقف LED مثل ما وريتكم قبل شوي. ونقول بسم الله. هذه الشاشة. الشاشة جاية بحجم 7 إنش. بستعرض لكم عشان الإضاءة بتصير أحسن هنا. هذا شفتوه المثبت السرعة والرادار والقيادة الشبه ذاتية تطوير وتقصير حقت الشاشة. هنا تقدر تتحكم بشاشة المعلومات اللي بالنص. هنا بتجيك بالشكل هذا حق حساس ضغط الكبرات الميلان حقت السيارة. طبعا شغال مكيف. قبل أطفي السيارة خلوا أوريكم الكاميرا. هذه الكاميرا عشان شلون دقتها بالليل. هذه دقتها
يعني انا اعتبره اقل من متوسط، يعني المفروض صراحة افضل من كذا كسيارة بالسعر هذا، ودي لونه افضل من كذا الكاميرا. بس خلنا نرجع الحين هنا، اذا رجعت ريا وش بيعطيك الحساس الخلفي اللي هو هذا، هذه اهم الاشياء الموجودة بالشاشة 7 انش، يقرب الزوم، استعرض لكم بشكل سريع، يصل فيه الوقود، الوقت كم ماشي السيارة، الميلان هذه شفناها هنا، اذا في احد راكب بيعطيك انه في كم راكب موجود بالسيارة. هذه حقت شاشة العرض، بس هذه اهم الاشياء عندك هنا، حق الحرارة هنا وحق البنزين والجير اللي راح يطلع هنا. طبعا مطفي انا مخلي سويتش مشغل السويتش عشان بعضكم يقول ليش لمبة الماكينة شغالة، انا ضاغط السويتش مرتين. بس هذه اهم الاشياء الموجودة عندنا هنا. الحين بنجي لل الشاشة الوسطية اللي جاية بحجم 8 انش وتدعم نظام المشغل حق الشاشة اللي هو سينك 3. انا تمنيت صراحة لو شاشة اكبر، يعني بيطلع شكل افضل. الفئة الاعلى الليمتد راح نفس مقاس الشاشة، بس راح يكون فيه 4 كاميرات، بس ودي لو الشاشة جاية اطول شوي كذا، ولا يعني بيصير شكله ارتب وتصير تتناسق مع السيارة. هذه القائمة الرئيسية عندنا، مساعدة السائق، هذه الأنظمة الموجودة حق السائق، مثبت السرعة، مساعدة السباق الاصطدام، لأنه هو في رادار فيوقف إذا صار فجأة قدامك سيارة أو وراك، نظام تنبيه السائق، نظام الرجوع، كل هذول موجودة. هذه أنظمة السائق بيعلمك كذا بالشكل هذا، يوضح لك بالصورة علشان تعرف شلون يشتغل النظام. كل نظام حاطين لك رسمة علشان أنت تشوف شلون الطريقة. هذا نمط بقاء حق خط السير، شوفوا يعني يوضح لك اذا انت ما عرفت وش السالفه تدخل عليه وبيوريك وش الموجود. انا ما ودي اطول عليكم، بناخذ الزبده هذه الساعه، اعرف ما يحتاج. عندك يدعم كاربلاي، تحديثات تقييم، تحكم الصوت، العرض، تقدر تتحكم الشاشه بالاضاءه والالوان. وعندنا وش بعد هنا، هذه الاعدادات بشكل عام، وحدة الضغط حق الكفرات، رخصة البرامج، إعادة الضبط. عندك هنا الراديو، هذا شو اسمه، هذا باقي، هذا قائمة ثانية بعد الرسائل النصية والأشياء الثانية حق الجوال. الملاحة بتكون بالشكل هذا، هنا تطبيقات تقدر تنزل بعض التطبيقات، تشبك جوالك، الكار بلاي شغال، ميزة التطبيقات، تحديث، كل الأشياء هذه سهلة وتقدر تصفحها بشكل سريع وتقسم الشاشة بالشكل هذا. هنا ننزل تحت في مساحة تخزين هنا، أنا عجبتني صراحة مكانها، تحط أكثر من جوال أو أي شيء تبيه يكون هنا قريب وسهل. عندنا هنا تحكم بالشاشة، زرار تحكم اللي هو بالمكيف بيكون بالشكل هذا، مستقل السواق والراكب. هنا مساحة تخزين ثانية بتنفتح بالشكل هذا، تايب سي، يو اس بي، حقت طفايه حقت السجاير واللاعه ومساحه تخزين بنفس الوقت. الجير فرار بعشر سرعات، هنا تقدر تحطه على اليدوي، جرانت كهرب، الاوتو هولد، ووضعيات القياده، صوره لكم الحين بالليل تشوفونها. زر فاصل من الانزلاق حق المحدرات وحق حامل الكور. التكايه اللي بالنص اللي جايه بحجم متوسط مع اضاءه، وفي مخرج حق ولاعه، يعني شوفها حلو صراحه ما شاء الله. هذا بشكل سريع اوريكم انا الداخليه علشان تشوفون السياره من داخل مع الاضاءه. وبس الاضاءات هذه هي، عندنا طول عمر اضاءه بالسقف، تحكم سقف البانوراما والاشياء الثانيه. هنا راح يكون بيت النظاره، باقي بعض الاشياء بصورها لكم بالنهار، بس باقي بوريكم حقه المكيف. شوف الاضاءات هنا، السقف ريدي كتصميم وشكل صراحة بدع فيه. خلوا أوريكم المواصفات بشكل عام للي يبي يشوف تفاصيل أكثر. ثبت الشاشة يا الحبيب، هذا فئة الليمتد الفول كامل والفروقات اللي بينه. هذا راح يكون فيه 4 كاميرات، راح يكون فيه شاحن وايرلس، كل باقي النواقص الموجودة هنا راح تكون موجودة. يعني مع أن الموجود اللي معي هذا فيه مواصفات ويعتبر نصف، اللي هو راح يتوفر فئتين بس، فئة الليمتد والفئة الاكس ال تي نفس اللي معي. 4 كاميرات، راح يكون فيه 12 سماعة وبعض المواصفات هذه. ثبت الشاشة انت عشان تعرف وش الفرق بينه وبين الثاني. هذا الليمتد راح يكون 187، نفس الفئة اللي معي الاكس ال تي. يعني هذه مواصفات السيارة اللي معي بالضبط، سعره بكم؟ 169,000 شامل الضريبة. ثبت الشاشة عشان تقارن بينه وبين الفرق.
بس قضينا بصور لكم بس وضعية القيادة. خلونا نشغل السيارة أول شيء. نقول بسم الله. وهذا فرار حق وضعية القيادة. وشوفوا كم معي وضعية القيادة عندنا. أول شيء سحب المقطورة. وعندك هنا سبورت راح يكون باللون الأحمر. وعندك هنا البيئي اللي هو الإيكو. وعندك هنا العادي معليش على الإضاءة بس نتعكس على الجوال. وعندنا يا طول العمر الزلق اللي هو هذا الأماكن الزلقة يعني. وهنا عندك يا طول العمر الوعر الصخور ما الصخور يفصل مانع عن الزلق بعضهم والثلج والرمال. بس هذه أهم الأشياء اللي موجودة بالطبلون والأشياء اللي كنت بكم تشوفونها بالليل. بس باقي الأشياء الثانية راح أصوره لكم بالنهار عشان تشوفوها. هذا فعلي معي اللي جربته. شوف الجنط وشوف الشبك مضبوط. الحين بوريكم الفل الليمتد. بصوره لكم على السريع إن شاء الله إذا وفروه بالصالة. بس هذا الحين موجود برا كنت بأخذ لكم على السريع. هذا الإكسبيديشن. شوف حجم إكسبيديشن جنبه وجنب إكسبلورر. هو أصغر طبعا يعني يعتبر SUV متوسط الحجم. شوف الشبك يختلف عندنا والجنط يختلف. والشكل الجانبي جاي فيه خط كروم على مقابل الابواب. والشبك اهم الاشياء اللي تختلف عن الفئه اللي معي الجنط. شكل الجنط والشبك. هنا الشبك جاي اجمل شكل. هذا الفئه اللي معي. و10 و12 سماعه. شوفوا لكم من ورا لونه رايق. هذا شكل من ورا. مخرجين شكمان شايفينه. حساسات. بشوف حساسات بين وبين كم حر موت صراحه الداخليه. خلوني اذا صار موجود بالصاله اصور لكم. في حساسات اماميه فاللي معي بدون حساسات الحين واضح لكم. ولا في الموديل اللي قبل شايفينه هذا الشكل الاول. اخذ لكم على السريع بس. ما شاء الله تبارك الله يا وقفه الرابطه وقفه ذيب ما شاء الله. بس خلصنا يا غالي. ان شاء الله باذن الله نشوفكم تجربه ثانيه وتغطيه ثانيه. فمع الله بحفظ الكريم.